احنا عندنا امور كثيره تكلمنا عنها، لقينا انه التعيينات في 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 الشركات شو يسوون؟ ما يعين كويتي الا باعلان، لكن في المقابل يلتفون ويتعاقدون مع شركات خاصه وعن طريقها يتم تعيين الكويتيين. فلما تجيه بالشركه يقول لك انا ما عينت كويتي، انا ما عندي كويتي عينت، ولما تطلع تلقاه شركه خاصه يتعاقدون معاها اسمها شركه توريد العماله ويقولوا لها نبي نوظف فلان وهم يوظفونه، والشركه تاخذ 35% من الراتب على الراتب الشهري على مستوى السنه، وبالتالي اذا كان قيمه العقد 10 ملايين ياخذون تقريبا 3 مليون دينار ونص بدون عمل بدون شيء، مجرد انه ياخذ الموظف ويعينه. لقيناهم كل الكويتيين اللي يبونهم عينوهم عن طريق شركات توريد العماله، وعينوهم بدون اعلان بدون شهادات خبره بدون دور بواسطه ومحاباه. لقينا الارقام مهوله من تم تعيينهم في هذه الشركات على مستوى 8 شركات فيها. هذا سميناه لعب، لا نقبل بهذا اللعب في هذا الامر. توظفون اللي تبونه عن طريق الشركات الخاصه وتخلون الكويتيين ينطرون الاعلان في السنه ما ينزل الا الاعلان واعلانين، وانتم يوميا توظفون اللي تبونه عن طريق الشركات الخاصه بدون اعلان بدون خبره بدون شروط عامه، وتعينون ربعكم وتعينون ذات الارتباط معهم. وما اكتفوا بس بتعيين الكويتيين، ايضا صاروا يعينون ايضا الوافدين، وهم كانت سياستهم لما قلنا لهم ليش انتم تستعينون بالوافدين؟ قالوا احنا نستعين في 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 بعض الوظائف ذات الخبره وذات الشروط المهنيه اللي ما هي متوفره بالسوق. لما لقينا الكشف لقينا سكرتاريه، لقينا اداري، لقينا ما ادري شنو باحث قانوني عادي، لقينا تلاعب كبير في هذا الامر، لقينا كميه الوافدين الموجوده في هذه العقود اللي هي عقود احفظوها، عقود توريد العماله، خدمات توريد العماله للشركات بالمهوله بالالاف موجوده فيها، تستنزف مال عام تحجز فرص عن الكويتيين قادرين اللي يقومون فيها. لقيناهم ايضا اعضاء مجالس الادارات، واحد من اصحابهم طلع تقاعد راحوا عينوه مستشار في الشركه عند رئيس مجلس الاداره، ليش ما تعينه مباشر؟ والشركه تاخذ 35% من راتبه، والله يقولون للشركه خلاص عينوه عطوه تقريبا 4300، تروح الشركه تحط 35% يطلع راتبه تقريبا 5400، شوف الشركه مستفيده وهم خسرانين، ليش ما تعينه مباشر؟ لانه ما يقدر يعينه مباشر الا باعلان. لقينا كثير من المستشارين عينوهم بهذا الامر، كلهم اعضاء مجالس ادارات سابقه وكلها اللي يبونهم وكلها اصحابهم بدون اعلان محاباه. وجدنا شركات توريد العماله، هذا امر خطير جدا جدا، هذا اللي منع الكويتيين في التوظيف، هذا اللي منع الكفاءات الكويتيه، القيادات النفطيه كانت تلعب على مدى سنوات عن طريق هذه الشركات. لذلك طالبنا بالغاء هذه الشركات والغاء عقود هذه الشركات فورا، لان ما يحدث تعدي على المال العام وما يحدث مخالف للشروط وما يحدث احتكار الوظيفة ضد الشباب الكويتي. يعينون وافدين وصل عددهم بعشرات الآلاف، ويعينون شباب آخرين من مصالحهم ومن معارفهم بدون إعلام بدون شروط بدون كذا. اطرحها عام وخلي الناس تتوظف. ولو بس بقرأ لكم برواتب خيالية، يعني أنا بقرأ لكم المستشارين اللي معينينهم بعض الرواتب، واحد مثلا 3680 وياخذ سيارة وياخذ تذاكر سفر 300، وجنوب أفريقيا جنسيته 3450 ياخذ سياره و350، هندي 3400. هذا بعض المستشارين الموجودين. شوف مستشار قانوني مساعد المستشار القانوني بكالوريوس ياخذ راتب، هذا وافد 4500 دينار الراتب شامل، وياخذ ايضا سياره، تامين صحي، تذاكر سكن، مساعده تعليميه. محلل اول قانوني ياخذ راتب 3150، ياخذ ايضا سياره وتامين وغيره. مهندس تخطيط تشغيلي الوظيفه 15 درجه 15 بكالوريوس ياخذ 2140، ياخذ معاه 2144 زائد التامين الشامل 2421 زائد التامين الصحي والتذاكر والسكن. مستشار قانوني بكالوريوس ياخذ 5000 دينار، بكالوريوس مستشار قانوني وافد 5000 دينار، يعطونا سيارة وتأمين صحي وتذاكر سكن مساعدة تعليمية. لقينا بعض السكرتارية مثلا سكرتيرة تاخذ راتب 1300 دينار، وتلقى موظف كويتي جامعي ياخذ 850 دينار. لعب بدون حسيب بدون رقيب، هذه التعيين عن طريق شركات الخدمات لعب ما بعده لعب. لذلك يقولون والله ننطر دور، انت ماذا قاعد تنطر دور؟ انت قاعد تمنع الكويتيين
عن طريق التلاعب بهذه الشركات، وكل شركة من الشركات النفطية الثمانة والسبع كلهم عندهم ثلاث شركات عقود، واحسب اجمع جمعنا العدد تجاوز أكثر من عشرات، أكثر من عشرات الآلاف بالتوظيفات الموجودة فيها. أمر خطير ما هذا المسلك من شركة، من المؤسسة وشركات التابعة، التحايل على القانون، التحايل على الشباب، التحايل على الدولة، ويقولون حنا كوتنا، ويقولون حنا وظفنا، طلعوا لا يكوتون ولا يوظفون، واللي يبون يوظفون عن طريق شركات الخدمات بدون لا يمر على إعلان ولا شهادة ولا كذا ولا غيره، وطلعوا يعينون وافدين أكثر من الأعداد، وطلعوا يعينون اللي يبون من الكويتيين، ويطلعوا يعينون مستشارين ربعهم، اللي يطلع من مجلس إدارة يروح يعينونه ب 4000 و 5000، كلها تحايل على القانون.